هذا أقول عاد فهد، تعرفون الشباب رأيهم دائم صريح. أنا أقول للمعلمين برضو ما زلنا نقول شكرا لكل معلم معلمة وندعو لهم، ولهم ليس من عندنا زي ما قال يبقى أثره يمتد سنوات. اسمحوا لي برجع لكم لكن بعد ما أشوف المطبخ. فيصل مخرجنا يقول أنت شغلك تمام، ماني عارف المخرج يقصد إيش، أنا بفهم. فيصل الحين خلاص حطينا الدجاج بالموية ويغلي ويطبخ، بعدين بعد شوي بننزل المكرونة وصير الطبخة جاهزة. طيب فيصل أنت ليه ما تخلي فيها كذا يقول استعراضات، تستعرض فيها تقول لا حنا في تعب وبدل، عشان يصير يعني لا لا أنا ما بيوصل رسالة إن الطبخ صعب، بالعكس الطبخ جدا سهل وما يحتاج له شيء. أها شفت يقول فاز التلميذ على الطالب. كلامك هو الصح، أنا كلامي طلع غلط يا لا لا بس أنا أقصد إنه الحين كثير ناس يقول طبخ صعب، ما يطبخ إلا أندومي، ما يطبخ إلا أشياء يعني مضرة للصحة. فحاول إنك تطبخ لهلك شيء مفيد وأكل ولذيذ وجميل. في ناس يعرف يسوي شاهي ياكل بسكوت سهل عليه يقوله، هذا ولا بس زين يعرف يسوي شاهي يعني الحمد لله. طيب نرجع، انت قلت انت شيله، ذكرتي ابو عبد الرحمن عن شيله وشيله. الشيله مغربيتين او طلعتها، لكن ايه؟ انت تكلمت عن ابيات المواقف، ابيات تجي نتيجه موقف. احسنت. وانا عندي كثير منها، لكن على سبيل المثال عندي عن الام وعندي عن مواضيع ثانيه، لكن فيه موضوع مره احنا جالسين عند الحواتم الغانمه، قديم الكلام هذا، وتكلم واحد عن فلان من الناس قال كذا وقال كذا، وجمع يا الابيات هذه. عاد اقول يا اللي نقلت الهرج عن هن بن هن، ما من مهمه نلتفت للمهمه، عيوننا تنظر ونسمع، ولكن عمك جمل ما كل شيء يهمه. الله الله جن العلوم مروحا مثل ما جن، بير حفره مار بير ندمه، لمسات فن وكل شيء يبي فن، الطيب قمه والهدف راس قمه، رسولنا المبعوث الإنس والجن، نمشي على هديه وقوله نضمه، يا عود يا ريحان يا هيل يا بن، أختم بها الأمثال والعلم تمه، يا أبو هلا ويله من ضحكة السن كم ضحكة يصبح وراها نطمه. الله 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 صح لسانك. بالنسبة للشيلة قضية هذه اجتماعية صحيح مهمة صحيح جدا، لذلك شف لا أنت شف الرجال الرجال العاقل الفاهم المدرك ما يسمع الهرج من الناس. بعدين ودك طال عمرك اللي يمشي اللي يمشي خليه يمشي، لا تدقق يا اخي. حديث الرسول عن المفلس شوف اللهم صل على محمد يقول ازرع رفاقه ليش تزرع عداوات، ازرع رفاقه ليش تزرع عداوات، وعن الهماج ورد عدي المناهل، عقلك تراجع به جميع الحسابات وعن غلطه الجاهل يزين التجاهل. الله إيه. الله الله على العموم الشيله يقول صح لسانك لا انت يقول سلام شلنا قبل بدع المثايل واختصار العلوم، اي والله اقول قول الحق لي ولا كذلك علي، في كل ذره رجال تلتزم بالمعرفه والسلوم، يا صاحب المحترم ما كنك الا واحد من هالي، مشكور في مدحك اخواني وربعي والجماعه أطول من طايلتهم وتنا ومسح الضينا معتلي، الله يكفرها للطالات ويقلل عيال الرخوم، والله يعز الوطن والزور عنا غيمة تنجلي. سلامكم صح لسانك طال عمرك.